بالمدرسة بعلمونا عن أهمية البيئة وكيف لازم نهتم فيها، والمام دايماً بتخدم مع أسبينس مش بس لأنه عنده أحسن غراض، لأنه كمان بحافظ على البيئة. مظبوط، مثلاً قنين المي من بعد ما نشربون ناخدهم على أسبينس وهن بياخدوهن على روسيكلاج، وعندهم إيكو باكس ناخد فيهم الغراض على البيت ومنرجع منجيبهن معنا، وصار في منهم للخضرة والفواكه، وكل الكياس الباقية بيودجرادابل وبتتحلى لحالها. حتى الشاريو معمول من ريسايكل البلاستيك، وبدل ما الأكل يلي بيبقى بالمحلات ينكب ويضر البيئة بيعطون لناس محتاجة. وكمان في مطرح تنحط التياب يلي ما بقى بدنا إياها، وهن بيوزعوها على العيال يلي بحاجة لإلها. وهلأ من جديد صار في مطرح ليتشرج السيارات يلي على الكهرباء، وأهم شي إنه كل اللمبات بتوفي طاقة وتلوث. من أكتر من 10 سنين عم نعمل كل هالمبادرات تنحافظ على البيئة، بس دورنا ما بيكمل إلا معكم.